أنتم تدعون أمنا زارعون لو نشاء لجعلنا ختاما فزلتم تفكهون فإنا لمغرمون ونحن مغرومون أفيتم الماء الذي تشربون أنتم منزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلنا أجاجا فلولا تشكرون أفيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أنزلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم الله تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين نزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم لا إله إلا هو عليه توكل ورب العرش العظيم